سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته. أضواء على الأحداث هذا اليوم أبدأها من السعودية، حيث قالت وسائل إعلام أمريكية أن مسألة نقل العرش في السعودية من الملك سلمان إلى ولي عهده محمد بن سلمان قد تحدث خلال وقت قريب. وتأتي هذه التقارير بعدما كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس جو بايدن قد يلتقي ابن سلمان الشهر المقبل لأول مرة منذ وصوله للبيت الأبيض. ونقلت شبكة CNN تأكيد مصادر أمريكية أن اللقاء قد يعقد الشهر المقبل خلال جولة خارجية لبايدن، دون تأكيد ما إن كان سيزور الرياض أم لا. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم منظمة سند الحقوقية فهد الغويدي في مقابلة خاصة مع موقع عربي 21 أن فرص وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العرش وتنصيبه ملكا للبلاد باتت كبيرة جدا ومسألة وقت. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب دكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح. أرحب بك دكتور الفقيه، ما السر وراء كل هذه التسريبات مؤخرا عن قرب لقاء بايدن بمحمد بن سلمان وقرنها مع تسريبات أخرى بقرب اعتلائه العرش؟ بالنسبه للتسريبات على اعتلاء العرش، مصدرها سعودي في كلها تنقل عن رويترز، ورويترز تنقل عن مصدر سعودي مجهول. وقد تعلمنا ان المصدر السعودي يعني قد لا يكون موثوقا به، يتعمد محمد بن سلمان ان يكلف احد المحيطين به ان يتحدث لجهه ما، وول ستريت جورنال، الجارديان، كلهم وقعوا في هذا الفخ، فيتحدثون كما لو كان مصدرا مسؤولا معتبرا مصدقا، ثم يتبين أن الكلام مجرد جس نبض. فلا يوجد لدينا من مصادر خاصة ما يؤكد أو ينفي هذا الأمر، وهل له ارتباط مثلا بالحوار مع بايدن. بالنسبة للحوار مع بايدن، كان هناك شيء من ممارسة التحدي من قبل محمد بن سلمان، متكئا على علاقته بترامب وكوشنر وإسرائيل، وأن منه أنه يستطيع أن يلعب بالتوازنات الأمريكية الداخلية. فأرسل له بايدن رئيس CIA، رئيس CIA لا يتكلم باللغة الدبلوماسية، يعني لم يرسل له وزير خارجية ولا السفير، أرسله رئيس CIA أنه ترى يعني يمسك حدك ونفذ أوامرنا، وإلا فتستطيع أن نتصرف بما يؤذيك. فيبدو أنه خاف فعلا، وأرسل خالد بن سلمان. خالد بن سلمان في أمريكا يناقش كيف أن محمد بن سلمان ينفذ المطالب الأمريكية التي هي ذكرتها الصحف الأمريكية، اللي هي ثلاث: رفع إنتاج النفط، وإطلاق سراح محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز وبقية أفراد العائلة الحاكمة، وإيقاف أي تعاون استراتيجي مع الصين. هم لم يعرضوا مقابل، طلب من محمد بن سلمان ان ينفذ هذه الاوامر بدون مقابل، فهو يريد ان يحفظ ما وجهه، فطلب مقابل ان توقف القضايا التي ضده وان يقفل ملف خاشقجي. فالرد الامريكي انه هذه القضايا ليست بيدنا، لان قضايا ليست مرفوعه من قبل الاشخاص. نعم، فيبدو انه لن يحصل على مقابل. اذا هل يمكن القول دكتور سعد بانه مثل هذه التسريبات هي محاولة لجس نبض الإدارة الأمريكية ربما حول احتمالية اعتلائه العرش؟ ربما، لأنه يبدو أنه لم يتجرأ لا هو ولا خالد بن سلمان على طرح هذه القضية في أمريكا، لأنه يعني يخشون أن يكون الرد سلبي، أنه والله نحن لا ندعم وصولك للسلطة، فيتورط. يعني خلاص هو يريد أن يظهرها بمظهر، إن كانت حقيقية، يظهر بمظهر لسنا هنا لنستأذن، نحن نريد أن نضعكم أمام الأمر الواقع. يعني كانوا يسرب هذه التسريبات، يعني ترى هذا ليست للاستشارة ولا الاستئذان ولا لإبداء وجهة النظر. هذا إن صدقت هذه القصة، لأنه لا كانت هناك علامات في بداية السنة، في بداية يناير، كان هناك علامات في الديوان الملكي استعدادات حقيقية لإعلان أن الملك يتنحى ويعين، لكن يبدو أن حرب أوكرانيا والتوتر الأمريكي
أدى إلى تأجيل هذا الموضوع. نعم. الآن حسب مصادرنا ما في بوادر واضحة على استعداد لهذا القبيل. نعم. لكن قد تكون التسريبات مجرد بحث عن ردة فعل أمريكية. نعم. نعم. ولكن دكتور سعد، يعني هناك بعض المؤشرات، البعض يعني قرن بين هذه المعلومات وبين الأنباء التي تحدثت عن عرض المصالحة من قبل سعد الجبري مع السلطات السعودية، وأيضا لوحظ لحد الآن على الأقل لم يتغير شيء في السياسات السعودية، بينما هناك صمت أمريكي حول هذه التسريبات. الجبري هو داخل في الترتيب الاول الذي ذكرته، انه من باب من دخل بيت ابو سفيان فهو امن. يعني انت تريد نرضيك، خلاص نقنع الجبري ان يسحب القضيه ويعمل معك تسويه، بس بشرط تطلق سراح ابنائه وخلاص. نحن هو مستعد، يعني نحن لا نستطيع ان نغلق القضيه لكن نستطيع اقناع باغلاق القضيه. فهذه القضيه ليس لها علاقه باعتلاء العرش. أنا الحقيقة يعني متفاجئ من هذا التسريب، إنه ليس من عادة محمد بن سلمان أن يستخدم هذا الأسلوب. هو على كل حال محمد بن سلمان حسب تقديراتنا لا يوجد ما يمنعه من اعتلاء العرش داخل البلد، لكن هو شخصيا يظن أن هناك جيوب في العائلة الحاكمة تستطيع أن تؤذيه إذا وصل إلى السلطة. لكن حسب معلوماتنا قد تم تدجينهم وإخضاعهم تماما، ولا يوجد ولا واحد لديه نية لمضايقة محمد بن سلمان. نعم. يعني ربما من هذا الباب لوحظ بأنه رافقه في زيارته إلى الإمارات ابن الأمير أحمد عمه، وهو الأمير عبد العزيز على ما أعتقد، وبالتالي وكأنه أراد أن يوصل رسالة بأنه بات يسيطر على كل شيء ويمهد لعملية انتقال السلطة. والله يعني أنا قرأت الكلام، قالوا في التحليل الآخر أنه يريد أن يقترب من الجيل الجديد وقد خلاص أبعد الجيل القديم. هذا غير صحيح، ليس هناك اقتراب من الجيل. الجيل الجديد نفسه تعرض لنفس الأذى الذي تعرضه الجيل القديم. وأحمد بن عبد العزيز بن أحمد بن العزيز ليس له سجل، يعني بين قوسين فساد أو ممتلكات مالية ضخمة حتى يلاحقه، فهو لم يكن ممن لاحقهم. وهو شخص يعني عبد العزيز بن أحمد بعيد عن السياسة، ونشاطاته إما ثقافية، شخص ضرير ومثقف ومتكلم وله أعمال خيرية ويتوجه شيء من التدين. فهو ليس لا يمثل لا الجيل الأول ولا الجيل الثاني، هو كبير بالسن على كل حال، ويعتقد أنه من أسنان محمد بن نايف أو أكثر يعني. فليس لا يمثل الجيل الصغير من الشباب، صحيح أنه من الجيل الثاني لكنه يكاد يكون بالجيل الأول إذا حسبنا خالد فيصل محمد بن نايف، هذول كأنهم جيل الأول. الاصطحابه لا أعتقد أنه فيه أي رمزية، إلا أن تكون دليل أنه سيفتح صفحة جديدة مع والده اللي هو أحمد بن عبد العزيز. يعني هذه الرمزية الوحيدة المتوقعة، ليس لها علاقة لا باعتلاء العرش ولا بفتح صفحة مع الجيل الجديد من آل سعود. نعم. طيب دكتور سعد، إلى أي مدى الحرب في أوكرانيا والأزمة الغذائية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار النفط وما أدى إلى ركود اقتصادي عالمي، وهناك حديث عن شبح مجاعة، حتى إلى أي مدى ربما يقوي هذا من موقف محمد بن سلمان ويمكنه من عقد صفقة رابحة إذا صح التعبير مع الإدارة الأمريكية؟ لا، هو العكس، هو السؤال معكوس. يعني إلى أي مدى أمريكا تريد يعني أن تتدخل في الشأن السعودي بسبب هذه الأزمة؟ يعني أزمة النفط أزمة قوية أدت إلى تضخم عالمي وقد يؤدي إلى كساد، وبالعكس يعني ومظاهر الكساد بدأت في بعض الدول. أن ترفع السعودية 3 مليون برميل قد يكون مفتاح لحل أجزاء كبيرة من مشاكل الاقتصاد العالمي الذي نعم
امريكا عندها مشكلتين مع محمد سلمان، مشكله تكتيكيه مباشره اللي هي مشكله النفط، انه يجب ان يرفع انتاج النفط حتى يساهم في تخفيض، يعني اذا ارتفعت اسعار النفط ارتفعت تكاليف النقل. نعم. ارتفعت تكاليف النقل وفواتير الكهرباء، ارتفعت اسعار كل شيء. فلذلك النفط مهم جدا، يعني ليس لانه يستخدم بالسيارات، لكن لانه كل شيء يعتمد على النقل. هذا السبب التكتيكي المباشر، لابد ان يضغط على محمد بن سلمان حتى يرفع انتاج النفط. الاشكاليه الثانيه مع محمد بن سلمان انه شخص تهور غير ممكن التنبؤ بما يفعل، وذلك ايام ترامب كانت علاقتها شخصيه مع محمد بن سلمان، منتفع منه شخصيا ماليا، يعني هو وكوشنر وغيره. اما بايدن فيمثل الحكومه الامريكيه، دوله مؤسسات. امريكا كدوله مؤسسات لا ترتاح لشخص سايكوباثي غير قابل، غير لا تستطيع التنبؤ بما يفعل حتى لو كان مخلصا لهم، قد تصرف تصرفات تضر المصالح الامريكيه. ولذلك يعني مشكلتكم مع مشكله استراتيجيه، ولذلك على الارجح سيكون طريقتهم في التعامل معهم طريقه تخلص على مستوى بعيد المدى وليس تفاهم وارتياح. حتى التفاهم معه سيبقون قلقين في طريقة التعامل معه. نعم. أشكرك جزيلا دكتور سعد الفقيه، رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، كنت معي عبر سكايب.